الواحد بيشتري الارض، خلي بالك، اشتري مثلا 100 متر 200 متر ولا بتاع، واروح بني لي اوضتين، بس تبقى يعتبر ارض ارض بور. جه المشرف يقول لي انت باني على ارض زراعيه ومش عارف، يروح واخدني محضر، وبعدين يروح يودي المحضر المحكمه، والمحكمه تعلني. وارض ارض يعني ارض ما ارض تبقى بارض بايره، وشاريها بالشوك، يعني شاريها غاليه مش رخيصه. وبص الاقيهم برضو برضو ما يسيبونيش، يعمل له اوضتين ودوره ميه ومطبخ وبتاع، ويقعد ويعرش حتى بخشب او مثلا ربنا قوي يسلحهم ويقعد فيهم هو وعيال. كهرباء الوقت انا عايز ادخل كهرباء، اروح الكهرباء يقول لي ماشي، تدفع ممارسه تدفع 750 جنيه في الثلاث شهور، كل شهر بكام؟ ب 250 جنيه. ماشي طيب، قال لي يا عم هات عمدان ولا شوف انت هتدخل او هات سلوك على حسابك، انت هتعمل ايه؟ فمثلا اروح اجيب، ممكن ربنا كرمنا وجبت عمودين ماشي ما كداش، اجيب عرقين خشب واحطهم واوصل واشد، اجيب واحد كهرباء يشد للايه؟ الكهرباء لحد الايه؟ الاوضتين اللي انا قاعد فيه. بالنسبه للصرف الصحي، ما فيش صرف صحي عندنا هنا. اللي بيعمل له اوضتين زي ما بقول كده، يروح يعمل له طرنش ثلاثه مثلا مترين في ثلاثه او مترين في اربعه، ويروح مسلحه، خلي بالك، ويروح ويروح يبقى شغال عليه على طول. لما كل بيت مثلا يدفع 2000 جنيه، خلي بالك، ويعملوا صرف صحي، ماشي عادي. ما هو ما انا بعمل الطريش اللي انا بعمله دهوتي ما بيكفرش ب 3000 جنيه. هو الترخيص كويس ما بيقولش حاجه، بس مش ما ينفعش عندنا انا هنا، لان هنا كلها بيوت زي ما انت شايف كده، لا عمدان ولا حاجه، ارياف. يا ريت الحكومه تساعد معانا وتخلي لنا الغاز وتعمل لنا الصرف الصحي، هو مفيش الا المايه بس. المايه هي اللي موجوده صحيح، عشان تدخل مايه كمان برضه مفيش اقل من 750 جنيه، مقايسه بس. ما ضعيفة، يا لولا احنا جايبين موتور ومركبينه ما كناش نعرف نقضي مصلحة خالص. ما بتزرعش الارض لان خلاص بقى فيها ماده صلبه، طالما وصلت فيها ماده صلبه استحاله يكون صالحه للزراعه، وبيفضل مخالف. يعني برضه حاليا الحكومه هي اللي بتشجع، انا بدخل المرافق منين؟ ما من الحكومه، وهي عارفاني اني مخالف. طب ليه بتدخلني قبل ما ابدا صح؟ اطلع على المحليات، يكون في قانون يديني تسريح، حاسبني على المتر زي ما انت عايز. في نفس الوقت اهوت في مباني اخسر فيها، وبرضه انا مخالف وليا برضه اني انا في قضيه. لا ابدا معايا صح وخدها عليا زي ما انت عايز، اعمل على المتر 1000 جنيه هترفع موازنه الدوله، وانا هكون واقف على ارض صلبه، وهيكون اولادي بعديه هيبنوا صح، وهيكون احنا بادئين صح. المحليات تتوقف وشي، المحليات تبدا معايا في الغلط ما يبداش معايا في الصح. لو هبدا غلط هروح المحليات هتبدا معايا في الغلط، انما عشان هروح لهم في الصح مش هيبداوا معايا في الصح. وما بيقولوش الا في الغلط، بيقولوش الا ان كنت هاد هدخل ميه سرقه، هما بيقولوا في الوقت ده، انما عشان ابدا صح واروح ان انا كان مواطن صالح وابدا معاهم صح، لا. واحنا في قريه لا يوجد بها ترخيص واحد، ما عنديش خدمات. عندي وحده صحيه، ان الوحده الصحيه من الساعه 12 بتقفل بابها، ما عنديش خالص صرف اطلاقا. احنا البيوت اللي حضرتك دي كليتها بالنسبه للقريه دي، البيوت دي عمرها كده ان شاء الله 5 سنين ومش هتلاقي اي بيت. كل البيوت دي ابتدت تطبل، لان كليتها طرنشات شغاله وكليتها وصلت لبعضيها. احنا كده حضرتك بنشرب من الطرنش، بنشرب من الطرنش بين البيت والبيت حضرتك، ما فيش 10 متر 10 متر كل البيوت ده طرنشات، والطرنشات دي كليتها واصله لبعضيها. اولا الرقعه دي كلها ليتها كده ما تنفعش تزرع بعد كده، لان كلها جنب البيوت مسكه من هنا ومن هنا، والطريق زلينا من ناحيتين. هو الزرع اللي شغال كله مفيش اي فايده، الزرع اللي شغال كله مفيش اي فايده، يعني ولا بنزرع ولا ذره ولا قمح على السرد هنا ما بتنفعش. حاجه المواشي بس هو ده اللي ماشي، لانه ما بيستحمل التبهدل، ونتبهدل مش مشكله، مش هتزعل انت عليه. انما اروح ازرع لي الشطوره فاتني الكلام ب 6000 جنيه اخر السنه مثلا، يبوظ يبقى حرام عليك. كل واحد عنده حته ارض رخص له على مساحه، ازرع جزء منها، ولو احتجت منها قرط ولا اتنين ابني العيال بس. هات لي ميه وهات لي كهرباء وهات لي صرف وهات لي اللي انت عايزه وانا ادفع لك. لا صور المنظر، احنا عارفين في وسطك وكل حاجه موجوده. انا جيتك دلوقتي 1000 طوبه كام النهارده؟
الاسمنت بكاء، نقلة الرمل بكاء. انا لما كنت راجل شغال بشيل 50 60 جنيه ومعايا عيال ومار اوكلهم ولا ابن بيتي يتهدي ثاني يوم. انا مش عايز غير الصح بس اللي يرضي ربنا، ما بقولش غير كده. انا الوقت قعدت في مالي واديك صورت العرش ديك شايفه. انا راجل معايا مثلا 6 7 قريت 8 قريت، رخص له جزء قريت اقعد فيه انا واخواتي. المشكله ما فيش ساكن عندي، احنا كبلد ارياء ولا حتى جوه في الملك ولا في البلد ولا في فاتك دلوقتي الشقه. حتى اللي بيأجر شقه يعني منزل زكاه في نص قرات في 3 4 اجر لك منين؟ ما كل يروح كل واحد فوق واحد.